عندنا 12 شهر مقسمة أربع فصول. هي صفو خريف شتا وربيع هذه الأربع فصول. السنة 12 شهر مقسمة أربع فصول. ايه صفو خريف شتا وربيع هذه الأربع فصول. الشتاء البرد والربيع الورد. الشتاء البرد والربيع الورد. يلا الصيف البحر والخريف تسقط أوراق الشجر. 12 شهر السنة 12 شهر مقسمة أربع فصول. صيف وخريف شتاء وربيع هذه الأربع فصول. قولوا معاي لي 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 لي. إذا قلنا إن السنة هي 12 شهر لو نقسمها فصول أربع أكيد الربيع والخريف والشتاء والصيف. وش نسوي فيها مع كل فصل جديد؟ أبدأ مع الصيف البحر والشمس السفر ولعب ونعمل ما نريد. والخريف تتساقط الأوراق من الشجر عشان تخبرنا إن اللي جاي سعيد. السنة 12 شهر مقسمة أربع فصول. يلا صفو خريف شتا وربيع هذه الأربع فصول. الربيع والشتاء فصلين إن أجمل ما يكون اللي يحدث فيها. الربيع الورود والأشجار الجميلة الوردة الماما وبابا نهديها. الشتاء فيها البرد لازم نلبس زين نلبس شي يدفي نلبس صوف. إيش الشي اللي يدفي؟ يلا قولوا يا حلوين الصوف اللي ناخده من شعر الخروف. السنة 12 شهر مقسمة أربع فصول.